با كيفكم مواليد برج الحوت؟ ان شاء الله تكونوا بخير، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم وعلى اهلكم واحبابكم بالصحه والخير والسلامه يا رب. برج الحوت اليوم حنشوف رساله تارو للاشخاص العزاب، شو ناطرون خلال شهر اوكس شهر 8، علاقتهم العاطفيه، اذا حيتعرفوا على حدا جديد او في حدا جديد حيفوت على حياتهم، وشو طبيعه العلاقه حتكون. اوكي، برج الحوت شهر أغسطس 2020، العلاقة العاطفية لمواليد برج الحوت العزاب، في حدا حيدخل حياتهم. بحب أذكر إنه القراءة ممكن تكون عكسية والطاقات ممكن تكون تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك. كمان بحب أذكر إنه، وهذا تذكير كتير مهم، إنه نحنا مش عم نتنبأ الغيب. أوكي، نحنا عم نقرأ بس ورق وعم نتأمل ونسوي شوية تحليلات. برج الحوت الأشخاص العزابيين والله كأنه عندكم حب، بس مش هناخده للكارت لأنه عم بخلط الكروت وهو نط طلع لحاله. برج الحوت الأشخاص العزابيين، فهو إذا مقدر إنه ينزل على الأرض حينزل هلأ بعد شوي. برج الحوت الأشخاص العزابيين عندهم حدا حيفوت على حياتهم، واو، بلشين بأمنية سوف تتحقق يا برج الحوت، أمنية سوف تتحقق. برج الحوت عم تبحث عن الحب، عم تشوف البعض منكم عم بيدور على الحب، يمكن تارك حدا بالماضي ما كان منيح، ما كان منيح معه، فهو عم بيدور هلا على الحب الجديد، عم بيدور على حب جديد يفوت على حياته. عم شوف في عرض جاي على طريقك يا برج. واو 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 برج الحوت، احتمال كتير يكونوا في 3 أشخاص حيفوتوا على حياتك نفس الوقت، ما بصدق، احتمال كتير كبير يكونوا في 3 أشخاص حيفوتوا على حياتك بنفس الوقت يا برج الحوت. anyway عندك أمنية حتتحقق، يمكن في عندك حدا يمكن حاطه ببالك عم تدعي انه يصير من نصيبك، او في عندك شي تتمنى انه يتحقق، عندك أمنية حتتحقق. عم شوف مواليد برج الحوت مركزين على شغلهم ومبسوطين بحياتهم، يعني لحالهم مبسوطين وعم شوفهم عم بيحتفلوا، بس عندهم خوف انه ما يلاقوا الشخص المناسب. يعني شايفكم انتم خايفانين انكم ما يعني تلاقوا الشخص المناسب، الشخص اللي يحبكم، بس مركزين شايفي على شغلكم اكتر شي من مركزين على وضعكم المادي. اوكي، كمان انه شايفي انه بتروحوا وبتجوا مع الاصحاب، ما عندكم مشكلة، بس يمكن عم بتفكروا انه يمكن ما حتلاقوا الشخص المناسب. اوكي، هذا التفكير، هذا الكارت بيقول انه هذا مجرد تفكير بعقلنا، يعني ما في شيء بارض الواقع، هذا الشيء نحن فينا نتخلص منه ونتحرر منه، لاني عم شوف انه برج الحوت عنده خوف مش طبيعي انه ما يلاقي الشخص المناسب، او يمكن انه ما يلاقي، ما في حب يعني، او ما حدا يحبه. الطاقات الموجوده على الارض بحب اذكر هن برج الدلو، الابراج الترابيه اللي هن برج العذراء والثور والجدي، برج السرطان، كل الابراج، لانه طالع لك ذا ماجيشن، الماجيشن عنده كل الابراج. اوكي، في حدا جديد حيفوت على حياتك يا برج الحوت، بس انت مش عم تفتح قلبك، ما عم تخلي هالحدا الجديد يفوت على قلبك، في عندك حدا جاي على طريقك يا برج الحوت. اوكي، حدا ممكن تحس انه هذا هو الشخص المناسب اللي عنده كل شيء، حتى هو ممكن يكون اسلوبه او طريقة حكيه معك انه تجذبك كتير، تشدك لإله كتير، بس انا عم شوفك هون ما عم تتطلع، رافض تاخد هالعرض، خايف 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 تفوت بعلاقة مع حدا، خايف. احتمال برج الحوت كان مارق بعلاقة سابقة كان فيها كذب، او يمكن كنت مع شخص وهذا الشخص خانك. اوكي، على الاحتمال انه انت كنت مع شخص وهذا الشخص خانك، بس انا عم شوف هون في حب جاي على طريقك، في شخص كتير منيح جاي على طريقك، بس انت بدك تتخلص من الخوف اللي انت عايش فيه. اوكي، لانه هذا الشخص حيساعدك، عنده كل التولز انه تخليك مبسوط وسعيد، منه كذاب، منه شخص كذاب.
فعلا في حدا جاي على طريقك وقريبا كمان حيصير في زواج، زواج يا برج الحوت، احتمال يكون حدا من برج السرطان، برج الحمل، الأبراج اللي ظهرت هلأ كمان معي، أو برج الميزان. يعني تقريبا كل الأبراج عم تطلع معي، بس بدي أكد عليها وشدد عليها إنه هن الحمل يلي واضحين كتير، يعني هن الحمل، السرطان، الميزان والدلو. أوكي، هولي لازم نشدد عليهم. عم بشوف عندك زواج، في حدا حيفوت على حياتك، ممكن هيدا الشخص اللي حيفوت على حياتك يسحرك، يعني تلاقي عنده سحر او تلاقيه انه هو غريب، عنده شيء مش موجود عند اشخاص تانيين، بس هو عنده اسلوب كتير مميز انه يتعامل مع العالم، يعني منه شخص بينفر الاشخاص منه، بس انا عم شوف تعاملك معه يمكن خليه انه هو شوي يضرب فريم ويخطط ويقعد يفكر كيف بده يتعامل معك بعدين. بس انا عم شوف هون شخص، واحتمال كتير كبير كمان يكون اكبر منك يا برج الحوت، احتمال كتير كبير يكون اكبر منك، ويمكن يكون من غير جنسيتك، وحتى ممكن يكون عايش برا وانت وياه تسافروا لبرا، يعني تسافر تعيش معه، او ممكن يكون عايش برا وجاي على البلد اللي انت فيها مجرد زيارة وحيرجع يروح لانه شايفتك هون عم تسافر معه، بعدين هتسافر معه بعد ما تتزوج، يعني مش هتضلك انت وياه بنفس البلد. بس كروتك حلوة كتير يا برج الحوت، في حب جايك بالطريق، حب كتير كبير، الحب حيجيب لك سعادة. البعض منكم يمكن عم بيدعي أو عم بيصلي إنه الله يبعث له شخص يكون صادق معاه ويحبه ويسعده، فالظاهر الأمنية حتتحقق وحيتكلل هالشي إن شاء الله بالزواج. يا رب إن شاء الله يكونوا هالكروت مظبوطين. أوكي، إن شاء الله يكونوا مظبوطين ويتحقق اللي حيصير يا رب بالمستقبل. قلت لك في شخص جاي على طريقك، حتى احتمال يكون مش شخص واحد شخصين، بس أنا على الأرجح أنت حتختار الشخص المناسب بيناتهم. عم شوف حدا عنده إرادة كتير قوية، وشخص لما يقرر شي بده يوصل له. أوكي، بس أنت ما تخاف، ما تخاف، أعطيه فرصة. يمكن هو يشوفك شوي بارد، أنا عم شوفك لأنه هون أنت شوي بارد، يعني عندك خوف ومسكر كأنه على قلبك، أو قاطع الأمل إنه حدا يرجع يفوت على حياتك. ما تخاف يا برج الحوت، ناطرتك أيام حلوة. أوكي، بدي أشوف أنت هون ليه خايف ومعلق حالك كمان. ما تخاف يا برج الحوت، هذا الشخص اللي جاي فعلا بده إياك. احتمال البعض من مواليد برج الحوت يكون عندهم شخصين. أوكي، احتمال يا مواليد برج الحوت فجأة تتعرفوا على شخصين وما تعرفوا تختاروا بيناتهم، بس على الأرجح هتختار الشخص الأنضج وال يشدك أكثر، يعني ممكن بكلامه أو شيء، لأنه أنا طالع لي شخصين على الأرض وأنت حتختار بين شخصين، وهذا حب مقدر، واحتمال كتير يكون على سفر، زواج على سفر مش زواج. خليني أشوف نصيحة التاروش بيقلك. الوراق اللي بدها تنزل بتقلي انك انت يعني اوقات الوراق لما تنزل بتكون عم بتعطي رساله، هيدا الكارت بيقول لك شيل هول الحمل اللي حامله على كتافك، يعني افتح قلبك للدنيا اذا كنت مركز بشغلك، لانه انا قلت لك انت مركز بشغلك كتير ومبسوط بحياه العزوبيه. اذا مركز بشغلك كتير وما عندك وقت انك تطلع تتعرف على الناس ما بيأثر، اعطي حالك فرصه، خد بريك من الشغل، اعطي حالك فرصة اطلع اتعرف على العالم، ولا كيف بدك تلاقي الحب اذا ما طلعت اتعرفت على العالم وضليتك قاعد بالشغل؟ اترك الشغل، الشغل ما بيخلص اصلا، العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، اعطي حالك فرصة اطلع انبسط اتعرف على العالم، عيش لحديت ما تتعرف على الشخص المناسب. رجعت طلعت لك سوري برج الحوت، رجعوا طلعوا لك نفس الكروت، طلعت لك نفس الكروت، هذا الشخص اللي حيفوت على حياتك حتكتشف انه هو السول ميت تبعك. اوكي، حيكون حبكم كتير قوي، طلع لك نفس الكروت، الأمنية حتتحقق. أنا قلت لك إنك أنت يمكن عم تدعي شخص يفوت على حياتك يكون مستقر،
هذا كارت الهيرفنت بيقول انه في علاقة جدية هتفوت على حياتك، ممكن تصير زواج. اصلا هذا كارت الزواج وكارت الارتباطات الجدية والعلاقات التقليدية، اوكي، وكارت الاشخاص الصادقة يلي بيعطوا حب. بس انت يا حبيبي يا حوت، شيل عن كتافك الحمل اللي حامله واعطي سبيس لحالك. يعني الدنيا مش بس شغل، مش بس شغل، مش تضلك مركز على الشغل، ركز على حياتك الشخصية، اطلع لحتى تقدر تتعرف على العالم. كتير حبيت قراءتك يا برج الحوت، ان شاء الله يا رب تلاقي اللي انت عم تحلم فيها واللي انت عم تفكر فيه، او الشخص اللي انت عم تصلي انك تقابله. بس انا شايفه هون انك حتقابله، بس شغلة صغيرة تخلص من الخوف، اوكي، وما تفكر ابدا بالعلاقات السابقة. شو العلاقات السابقة شو هي؟ لانه العلاقات الجديدة بتكون، والاشخاص اصلا كل شخص غير عن التاني، مش كلنا نفس الشيء. فانا شايفه هون عندك زواج، اوكي، خلص. يلي برج الحوت يلي عم بيقول انه انا ما بدي اتزوج او شيء، هذا الشيء مش بايدك، هذا قدرك، والزواج مكتوب علينا، فانت حتتزوج، اوكي. هاي كانت قراءتكم يا مواليد برج الحوت، بتمنى لكم كل الخير والسعادة يا رب. شوفكم مرة تانية.